أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ما حققته مملكة البحرين من مستويات متقدمة في مجال الرعاية الصحية والطبية في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لافتا سموه إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لا تدخر جهدا في دعم القطاع الصحي والنهوض به حتى وصلت مملكة البحرين إلى هذا المستوى المتقدم من الرعاية الصحية. واستذكر سموه البصمات الواضحة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله في تطوير الخدمات الصحية بمملكة البحرين، وما كان يليه الفقيد طيب الله ثراه من اهتمام ورعاية بهذا القطاع لارتباطه المباشر بصحة المواطن. جاء ذلك لدى رعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لحفل افتتاح مركز مدينة خليفة الصحي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث أشاد سموه بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في إنجاز هذا المشروع الحيوي وما حظي به من اهتمام ومتابعة من المحافظة الجنوبية وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ الجنوبية، مشيدا سموه بإسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية وفي دعم القطاع الصحي. من جهته أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة تعتمد على منهج قائم على التواصل والشراكة الوطنية في إطار خططها التنفيذية الهادفة إلى تلبية احتياجات الأهالي وتحقيق التنمية الشاملة. واستذكر سموه المناقب الحميدة والمآثر لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، حيث تفضل جلالة الملك المفدى بإطلاق اسم سموه على المدينة عام 2017 لتحمل اسما عزيزا على قلوب الجميع وليكون هذا المشروع شاهدا على إنجازات سموه. من جهته أكد الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن افتتاح مركز مدينة خليفة الصحي يأتي تجسيدا لتطلعات جلالة الملك المفدى ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الصحية للأهالي. يعد هذا المشروع من أبرز المشاريع التنموية والاستراتيجية في المحافظة الجنوبية، ولقد تشرفنا بالتوجيهات السديدة لسيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه وبدعم من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه لنشهد اليوم افتتاح هذا الصرح الطبي الكبير برعاية كريمة من سمو الوالد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. ولا شك أن هذا المشروع إن شاء الله راح يخدم أهالي عسكر وياه والدور مدينة خليفة، ويعد مشروع تنموي بارز ومن أهم الخدمات في منطقة مدينة خليفة. وإحنا في المحافظة الجنوبية حرصنا دائما للتواصل مع الجهات في الحكومة والقطاع الخاص لتلبية احتياجات الأهالي وتنظيم سلسلة من الزيارات والاجتماعات لتحقيق هذه الرؤى وتطلعات. نفتح اليوم الحقيقة مركز الشيخ خليفة اللي هو بيخدم المنطقة الجنوبية وما حواليها، وهي طبعا سلسلة من افتتاح المراكز الصحية في البحرين ككل. عندنا 28 مركز ودائما نحط حق كل حول 30,000 نسبة تقريبا مركز واحد، فهاي السياسة بتستمر في البحرين على طول، خصوصا الصحة الأولية نعتبرها من أهم أوجه الصحة الخدمات الصحية، لأن هي الواجهة، هي اللي يتعامل معها المواطن البحريني بشكل مباشر كل يوم، حالة إن كان يعني في حالة مصير أمراض عادية أو حالة إصابات بسيطة أو شيء من النوع، لكن وجود العلاقة بين طبيب الصحة أو اللي هو مسؤول في المراكز الصحية عن عدد معين من المواطنين اللي هم يسجلون عنده
فهذا مع المسؤول عنهم من جميع النواحي الصحية والوقائية والاكتشاف الأمراض المبكرة. هناك العديد من الخدمات في إطار طب العائلة، خدمات تشخيصية في إطار الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، أيضا عيادات تشخيصية متخصصة مثل فحص ما قبل الزواج، الأمومة والطفولة، والعيادة السكر المركزية، والعيادات التخصصية للأمراض المزمنة، حيث يقوم كوادر من أطباء العائلة على تقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الخدمات التمريضية المتكاملة. مركز خليفة الصحي والحمد لله يعني بيكون له دور كبير في تغطية احتياجات المواطنين والمقيمين في مدينة عسكر. تم إنشاء بدعم وتمويل من بنك البحرين الوطني. تكلفة المشروع بلغت حوالي 5,600,000 دينار بحريني. المبنى يقع، التشييد يقع على مساحة ما يقارب من 17,000 إلى 18,000 متر مربع.